نساء نواعي أخرى، ولكن لما استدعيت من طرف الطلبة أبيت إلا أن أحضر معكم وألغيت موائد أخرى. السلام عليكم سيد الوزير، بغينا نعرفوا ما هي الاستراتيجية اللي نجتها وزارتكم من أجل تشجيع مثل هذه التظاهرات وناجحة في الجامعات المغربية؟ الوزارة مستعدة أنها تدعم كل التظاهرات إلا الإضرابات، لأن الطالب المغربي جال التحصيل. حنا كنسعوا ما أمكن أننا نلقاو الظروف الملائمة في كل مجالات، في المجال العلمي، في المجال الثقافي، في المجال الرياضي. هناك دعم حتى في المجال الرياضي، حتى في المجال الثقافي، هناك أنشطة. الوزارة على أتم الاستعداد إذا كان الطالب على أتم الاستعداد. سيد الوزير، ما مدى توقعاتكم لإنجاح هذه التظاهرة، لا سيما وأنها في نسختها الأولى؟ أولا لي الثقة الكاملة في المبادرات التي يتخذها الشباب، لأن هذه مبادرة أولا ترشح الطالب المبادر إلى أن يكون قياديا وإلى أن يكون وعاء واسع لتحصيل العلم، لأن تحصيل العلم شيء ولكن تكوين الشخصية شيء آخر. لابد إذن أن نوسع آفاق الطالب لكي كما يقال العقل السليم في الجسم السليم. لابد إذن من ثقافة عامة، لابد من الرياضة، لابد من جميع الأنشطة كوعاء لتحصيل العلم، لأن العلم الذي ستحصلون عليه سيكون متجاوز بعد 20 أو 30 سنة، ولكن سيبقى الوعاء قادر على أن يتطور مع الأمكنة والزمان. سيد العميد، بغينا نعرفوا الدور ديالكم في هذه التظاهرة، وشنو غادي تضيف هذه التظاهرة لكليتنا؟ فالدور ديالنا هو أولا دور أبوي، ثانيا الطلبة كنعتبرهم هما الخلف ديالنا حنا، دونك خصنا نتعهدوهم وخصنا نرافقوهم جميع التظاهرات. ثانيا ثالثا أن هذا تيبين دور الطالب والانتيغراسيون ديال الطالب في المحيط الجامعي، لان احنا بالنسبه للاهداف ديالنا انا خص الطالب يكون داخل المؤسسه وتعمل من اجل المؤسسه. فاحنا في هذا الاطار تنتعاملوا مع الطلبه باش تساعدوهم لانهم الخلف، ويكونوا ان شاء الله خير خلف خير سلف. بغينا نعرفوا ما هي الهيئات اللي تكتلت باش تنجح هذه التظاهره، لا سيما وانها في نسختها الاولى. هذه الصفه الاولى هو ان اتصلوا بيا لو كونساي مجلس ديال الطلبه بكليه الطب في اطار الحوار اللي دائم بيناتنا. اقترحوا علي الفكره بان غادي تكون واحد التظاهره هي جات تضم جميع الكليات الطب والصيدله بالمغرب، واقترحوا باش تكون هنا في مدينه ديال الدار البيضاء، وكل الاهداف ديالها دراسي ورياضي، سكون ابل ان مانيفيستاسيون سوسيو كولتوريل اي سبورتيف. دونك الفكره بانت لي انها مزيانه وقلنا مرحبا، دونك انطلقنا. تكون ان شاء الله هذه ماشي الاولى، تكون ان شاء الله متظاهرات متتاليه. بروفيسور مهاوي، كيف اقتنعتم بهذا التظاهر بتنظيم هذه التظاهره، وما الذي جعلكم تؤمنون بها، لا سيما انها اول تظاهره كتنبثق من افكار طلابيه من هذا الحجم؟ تبارك الله عليه السي حمزه عيف محنا، اجتمع مع المكاتب ديال الكليه ولات واحد الخليه، ولا واحد النشاط، ولا واحد واحد الطاقه اللي شويه اكثر. انا الدور ديالي كمشرف هي كان خصني هاد الطاقه اللي ديبوردون كنخصني كاناليزيها شويه ونقيديهم، حيت كانوا بارفوا تنقولوا حنا مع شويه الخبره تنشوفوا شي حوايج يقدر الطالب ما يشوفهمش، اللي جعل انه هاد ليفينمون يكون بكل تواضع شي حاجه يمكن واقيلا اول ما تدار في الصعيد العالمي. استثنائيه اللي جعلها بغينا نفادوا على الاخرين. حنا تنبغيو بلادنا وبغينا نفرحوا ببلادنا ونكونوا فخورين ببلادنا، وما تنبغيوش دي كوبي كول، بغينا نديروا شي حاجه ديالنا. ما مدى توقعاتكم من نجاح هذه الدوره؟ اش نقول لك، النجاح بعدا راه تنقول الحمد لله راه باين. علاش؟ حيت اول كان مجموعه ديال المشاركين اللي جاونا من الكليات بسبعه، ونقدر ناكد لك انه لولا انه تزينا شويه بالقضيه ديال السكن كنا ناخذوا اكثر من عدد المشاركين. شفتوا دابا شويه حفل الافتتاح اللي كان بهيج وكثير بزاف، وهذيك تبارك الله هذيك لا سامبيوز ما بين الطلبه ديال كليه الطب، بدينا شويه ديال الامثله هنايا في المباراه ديال المحاكاه الطبيه. شفتوا دابا حفل الافتتاح اللي كان تبارك الله بهيج، يعني تبارك الله رئيس مؤسس لتظاهرات اولمبيا دورز. هل حدث انت ولا بمحض صدفه، ام ان النفس الطلابي الجديد كانت عنده علاقه بالموضوع؟ هو اولا بالنسبه للاولمبياد كان السنه الماضيه كان مجلس طلبه كان باغي ينظم واحد يوم رياضي ولا اولمبياد رياضيه هنا في كازا، فهادشي في افريل ديال العام اللي فات.
مالوغوزمون ما جينا مزيرين مع الوقت وما تليناش درنا. كنا في الاول غنديروها جوست سبورتيف وبوي من بعد من يوقعوا سميتو من بعد صوره السماعه الطبيه وهذا فكرنا في شي حاجه اللي نديروها كيفاش نديروا الاولمبياد اللي تكون خاصه بالاطباء تكون فيها واحد الطعم طبي اللي يستافدوا ويجمعوا فيها جميع طلبه المغرب يتجمعوا وتكون باش نديروا اننا نتعرفوا على بعضياتنا ما يكونش داك الفوارق ما بين كليه الطب في كاس ولا كازا ولا هذا وكليه الطب الاسنان. من هاد من تما بدينا كنديفلوبيو في لي كومبيتيسيون ميديكال دونك عرفنا نديرو لي كومبيتيسيون سبورتيف قلنا نديفلوبيو لي كومبيتيسيون ميديكال بدينا بهذا قلنا نديرو ديسان داناتومي كاكلينيك وجمعنا شو قلنا علاش ما نديروش سميتو حفله افتتاحيه علاش ما نديروش سواغي في الاخر علاش ما نديروش ندوه هذاك الشيء كامل كاع الافكار تجمعات وعطاتنا اولمبيادور. بونجور مسيو تبارك، بغينا نعرفوا اولمبيادور هي اكبر تظاهره وطنيه في نسختها الاولى، بغينا نعرفوا كيفاش كان مستوى التنظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نهنئ الطلبه ديال كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء وبالمدن المغربيه كامله اللي هما خمسه وان شاء الله غادي يتوسعوا على هذه التظاهره اللي داروا. هي اول تظاهره كنظن اول تظاهره على الصعيد الوطني ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله في المحطات المقبله ان شاء الله. المستوى كان مستوى رفيع جدا، ما يمكنش لينا نديروا واحد تقييم سريع لانها اول محطه، ما عندناش محطات قبل باش نقولوا واش المستوى تزاد ولا المستوى نقص. على اين كنظن على ان المستوى كان جيد في التقييم الخاص ديالي انا المستوى كان جيد. بغينا نعرفوا كمنسق وطني للطلبه شنو كان الدور ديالك في انجاح التظاهره لا سيما وانها في نسختها الاولى. اولا كنحيي جميع الطلبه ديال الطب بالمغرب وكافه الطلبه والطالبات اللي جاوا اليوم وتكبلوا عباء السفر باش يجيو يحضروا مع خوتهم في الدار البيضاء واللي كيرحبوا بهم واحد الترحاب كبير. كنقولوا لهم مرحبا بكم من هذا المنبر هذا. صراحة هو واحد اليوم اللي كبير في تاريخ طلبة الطب واللي جا من بعد واحد الثورة واحد النضال واحد الوحدة اللي عمرها ما عرفتها كلية الطب. ثورة السماعة الطبية. نعم ثورة السماعة الطبية واللي الحمد لله يعني النشاط كنشوفوا هو الثمرة من ثمرات هذاك الوحدة اللي عشناها كاملين. يعني كتقول أن النفس الجديد اللي دخلوا به الطلبة كانت عنده علاقة وطيدة بهذه التظاهرة الطلابية الكبيرة. بطبيعة الحال يعني من بركات داك الشيء اللي عشناه كنشوفوا اليوم الحمد لله كتلقى الناس موجودة الناس من فاس يعني اللي كيجمعهم هو الطب والمهنة ديالنا اللي كنبغيوها كاملين. طلبة وريبريزونتون دي ستيديون سيتيام اني. قول لنا علاء واش الفكره ديال الاولمبيادور كانت والده الوحده الطلابيه والبويكوت ولا كانت فكره من قبل؟ لا هي الفكره كانت جات في نفس الوقت ديال النضال اللي كنا واخدين خرجت قبل المقاطعه ولكن كانت زعما شي حاجه اللي اون باراليل ماشي كانت بسبب المقاطعه اللي كنا دايرين. مي ابخي ليفوليسيون ديال لي شوز والمقاطعه اللي دارات ولا رياكتيفاسيون ديال الكنيميتو تخليت كفكره علاش ما نعاودوش نجمعوا لي ستوديون مور على فان ديال البويكوت في ان ايفينمون اللي ما يكونش بالضروره عنده علاقه بالنضال تقدر تكون شي حاجه اللي رياضيه ثقافيه اجتماعيه وهكا قدرنا نطوروا الفكره ديال اولمبيادور اللي كانت في الاصل اقتراح ديال حمزه ايتمان اللي هو الرئيس. انا جد مسروره وسعيده انني امام اول شاب مغربي كيتمكن من صعود ايفرست. شغن نقول لك عندي سؤال واحد بغيت نسوله لك، في كل مره كتوضع تحديات وهاد التحديات كل تحدي كيكون قوى من التحدي اللي قبل منه، واش هاد التحديات اللي كتوضع باش تفوق بها على نفسك اولا باش تقحم نفسك في المجال الرياضي؟ انا باش نتفوق اولا باش نتفوق على نفسي كل مره نشوف لي ليميت ديالي ونفوتهم ايضا باش نشجع الشباب المغاربه حتى هما يتحداو راسهم ويقولوا لا انا وصلت حتى هما يقدروا يوصلوا للانجازات ديالهم ويقوموا بانجازات كبرى للبلاد ان شاء الله. باعتبارك شاب يحتذى به، شنو النصيحه اللي كتوجه لاي شاب طموح باغي يوصل لواحد واحد المرتبه اللي يغير بها نفسه ويغير بها الوسط اللي عايش فيه؟ هي تكون عنده الاراده، حيت الاراده هي كل شيء، بالاراده والمثابره كل شيء ممكن.